وأسامة هوساوي في هذه الآونة، ولدينا هجوم. الله 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 على الارتقاء، والله على الكرة اللي بالراس. أسود الرافدين انقضوا على الصقور، أسود الرافدين يسجلون أول الأهداف. هدف جميل، وبالتالي سعادة من حكيم شاكر، هو يرقص فرحا. العراقي الكرات الثابتة، الكرة تتحول، الكرات الثابتة، طريق بإشارة الخضراء في مرمى الأخضر. السعودي ما قول، السعودي قول في جوله، السعودي قول في جوله عن طريق سلطان البيشي الظهير الأيمن، ركنها في الجانب الأيمن في جانب الله، ولا لعبة هداف ولا راسية مهاجم، أبعدها المدافع إلى الشباك، أرسلها إلى الشباك في ركن الشيطان كما نقول. كم من مين أرسلت الكرة في النهاية؟ أرسلت، لاحظ الكرة العرضية عن طريق سلطان البيشي، أرسلها في المرمى. العراق سعيد، العراق في قمة السعادة. العراقي أعادوها للخلف، أرسلوها ليونس، يونس من المنتظرين، عقرة خطيرة، لعبة جول، لعبة جول، لعبة جول، وهي جول للعراق. أسود الرافدين، قصة إبداع في مملكة البحرين، جبار في لعبة، جبار في إبداع، روعة يا العراقي روعة. يا سلام على هدف أول من كرة جميلة، من كرة مرسومة. العراقيين، كل العراقيين سعداء جدا. شوف اللقطة، ولاحظ المحاولة، ولاحظ الكرة، تعاونوا عليها الربيع، فوضعت في الشبكة الكويتية، وتقدم العراقي بهدف. مرمى اليمني، سعود عبد الله في حديث مع حائط الصد، والكرة الآن لأسود الرافدين، ترسل خطأ، الله الله، سواها ضرغام العراق، وسجل هدفا أولا من لعبة ثابتة جميلة. أسود الرافدين يبحثون عن العلامة الكاملة في البطولة، التهموا النقاط الثلاث أمام السعودية وأمام الكويت، ويحلون بالعسل اليمني الليلة. لاحظ الكرة الماضية، نعم نعم، ضرغام هو اللي أرسل الكرة بهكذا صورة حلوة، بالعقل حطها بالعقل، واستقرت في الشبكة اليمنية، وتقدم العراقي في هذه اللحظات بهدف. وقد فرح هذا الرجل حكيم شاكر، ابتسامة حكيم العراقيين. اليمني قال لهم بجيب لكم فوز، لكن عندنا كرة خطيرة وفرصة ومحاولة، هسه يجي الثاني، الثاني، العراقي يسجل اثنين عن طريق الهداف، هو 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 حمادي أحمد، هو اللي جاب الجول الثاني، حمادي أحمد سجل ابتسامة ثانية للعراقيين. العراق فن، العراق متعة، أبناء دجلة والفرات يواصلون الإبداعات العراقية في البطولة. هسه يجي الثاني، وقد أتى الهدف الثاني في هذه اللحظات في الشبكة اليمنية، وصلت واهتزت مرة أخرى. إنها على طول وتبدو متاحة، ويونس يتقدم، وخطيرة، جول جول.
سجل الهدف الأول، الهدف الأول للعراقي، جول للمنتخب العراقي، هدف جميل. العراق أبو الغيرة، يونس أبو الغيرة يرددون، الله 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 على يونس، يا له من مهاجم شرس، من مهاجم سفاح، نجح بزيارة المرمى في هذه الآونة، في هذه اللقطة، هدف أول للمنتخب العراقي. العراقي هكذا يفرح، هكذا أسود الرافدين يتقدمون. والسفاح يونس محمود رغم أنه يعاني من نزلة برد انتقد إعلامي، قائد يتقدم لتنفيذ الركلة، محمد حسين أمام نور صبري، محمد حسين يسدد، صادها نور صبري، صادها نور صبري، الكرتين الأولى كانت لم تسجل، وبالتالي هنا امتزاج ما بين أفراح بصد. يتقدم وجعفر يتابع، والكرة جول 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 جول، الكرة العراقية الأولى إذن في المرمى، علامتها خضراء للأخضر، علامتها خضراء للأخضر. وليد سالم أمام السيد ضياء، وليد جول جول، علامة خضراء مرة أخرى للأخضر العراقي. حكيم شاكر يشجع ويؤازر ويشكر اللاعب وليد سالم الذي نجح، شوف وين وضعها. ومن الآن يونس محمود، هل تكون هذه مباراته الأخيرة وركلته الأخيرة كما أعلن؟ الكل يتابع، والسيد محمد جعفر ويونس الله 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 كبير، الله بطريقة الملعب، هذه الكرات التي عرفنا فيها الكثير من اللاعبين، لعل أبرزهم نجم نادي يونس محمود بالخبرة، وضعها ليعطي 3 أهداف إذن مقابل هدفين. هذه ركلة قد تكون تعادل، التقدم موجود، ونور صبري صادها من أمام المالون، صادها، والأعلام العراقية ترفع الآن، العراقي أقرب للمباراة النهائية بفضل هذا الحارس المخضرم، إنه نور صبري يقفز من أمام المالود وينجح باصطياد الكرة. الوضع كالتالي، لو نجح المنتخب العراقي تسجيل الكرة خلاص العراق إلى النصف النهائي. همام طارق يبدو أنه من سيتقدم، همام طارق، ماذا هناك؟ أنا أرى نور صبري هو يطلب تنفيذ الكرة، نور صبري هل يجلب النور والسعادة وصبر طال 25 عام للوصول إلى النهائي؟ نور صبري خلصت، خلصها صبري، العراق إلى المباراة النهائية، أسود الرافدين إلى المباراة النهائية أمام الإمارات، فرح عارم للمنتخب العراقي، شجون وأحزان ودموع هنا في المنامة، مشهد خالد الآن، نور صبري أسود الرافدين، نعم نعم أسود الرافدين، العراق يا أبو الغيرة، نعم هكذا يرددون، دموع تمتزج، أفراح تمتزج، صدمة للجماهير البحرينية، أحزان حمراء، سعادة خضراء، لحظات ليس لها مثيل تمتزج الآن وسط أجواء مفعمة بالحيوية للعراق. نور صبري هو من تقدم. بالتعديل
الأخيرة، آهٍ على التوقيت، آهٍ على لحظة، آهٍ على الكرة. يونس محمود يسجل هدفاً للعراق، يونس كل العراقيين. شوف الهدف، شوف الرأسية من راس إلى راس إلى قدم إلى شباك مرمانا. حذرنا كثير في الشوط الثاني، لكن وقع دفاعنا في المحظور. معوض إن شاء الله، معوض إن شاء الله. فرحة حكيم شاكر اللي كانت في هذه البطولة على كل هدف. يونس محمود هداف العراق.